الاساسي بتاعها الفاندمنتال ديفينيشن بتاعها او البيزك ديفينيشن بتاع الاندكتنس اللي حطه هنري اللي هو سمى الوحده على اسمه بعد كده. قال لك ان الاندكتنس بتاعت الكويل هي عباره عن الفلكس لينكج بير يونت امبير بير واحد امبير، هي عباره عن الان في الفاي مقسوم على الكارنت بتاع الكويل. فتعريف الاندكتنس الاساسي بتاعها اللي الراجل ده عرفه لها وبيزد عليه حط القانون بتاعها عباره عن الفلكس لينكج بير يونت امبير، ده تعريف الاندكتنس المبدئي. طبعا اليونت بتاعها هنري بناء على او اسم الراجل اللي حطها يعني، طبعا رمز ايش؟ اختصارا للوحده. طيب دلوقتي احنا هيبقى معانا اي شكل؟ هيبقى معانا اي شكل ويطلب منه يقول لي احسب لي الاندكتنس بتاع شكله. احسب لي الاندكتنس بتاع شكله. ايه هي الستبس اللي انا بمشي عليها علشان احسب الاندكتنس باي شكل عندي؟ رقم واحد حضرتك لازم تجيب الاتش، وفي الاغلب بيجيبه عن طريق انفر. عن طريق انفر لان هو ده السهل بالنسبه لنا يعني، لان كنا بنعمل كده على طول. حضرتك هتحاول انك تجيب الاتش. مين الاتش؟ بتقدر تجيب البي، البي هي مين في الاتش. بعد ما جبت البي عايزين نجيب حاجه بقى ثانيه اسمها الفاي. الفاي ده اللي هو الفلكس لاينز او الماجنتيك فلكس. واليونت بتاعته ويبر. احنا في الالكتريستي في الجزء اللي فات كان عندي فيه ثلاث حاجات. كان عندي فيه اي اللي هو ريلاتيفلي عندنا مين؟ اتش. كان عندي هناك فيه دي اللي هو ريلاتيفلي عندنا مين؟ البي. هناك كان فيه ابساي، فاكرين الابساي؟ اللي هو كل الخطوط اللي خارجه صح كده؟ الابساي هناك ريلاتيفلي هنا هو فاي. الويبر دي يا جماعه في تحويله اعتقد انا كنت كلمتك فيها زمان، تحويله ما بين الويبر واللاين. الواحد ويبر بيساوي 10 اس 8 لاين. الواحد ويبر بيساوي 10 اس 8 لاين، 100 مليون خط. هناك برضه بيبقى في تحويله ما بين الشحنه اللي هي الكيو وما بين اللاينز اللي بتوصل في الاخر عباره عن الشحنه زي ما اتكلمنا. برضه بيبقى في تحويله ما بين الشرطه والعنزل، بس انا في الاخر الواحد بيبقى 10 اس 8 علشان لو جاب لك في المساله اصلا، لو جاب لك في المساله وقال لك ان الفلكس بتاعي بكام لاين حضرتك تقدر تحول لي ايه؟ ويبر، لان احنا ما بنشتغلش باللاين دي، بنشتغل بالاس اي يونتس، فانت لازم تحولها ويبر، تضرب في 10 اس سالب 8 عشان تحول لي. طيب حضرتك في الاخر تحاول تجيب الاتش عن طريق امبير باي شكل، تجيب له البي، من البي تجيب الفاي. هناك كنا عشان نجيب الابساي بنكامل دي دوت الدي اس صح؟ اللي هي بتساوي سيجنال كيو كلوز. هنا بقى عشان تقدر تجيب الفايل برضه هي تكامل بس مين؟ دي دوت الدي اس. على كل الاريا تقدر تجيب التوتال فلاكس لاينز بتاعك لان دي كانت ويبر بير ايه؟ بير سكوير، دي كانت الدنسيتي بتاعك. بعد ما جبت الفايل خلاص تقدر تعوض في قانون الاندكتنس وتخلص المساله بتاعتك، يبقى انت كده جبت الاندكتنس بالشكل ده. تعالى كده ناخد مساله دي. المسألة دول المسألتين اللي موجودين في الشيت على الاندكتنس، مفيش واحدة تانية يوتيوب. مديك كرويد، كرويد عبارة عن سلندر حتة حديد كده، وحتة الحديد دي ليها راديوس ار. وجيت أنا على حتة الحديد أو الأسطوانة دي ولفيت كويل، الكويل ده ليه عدد لفات ان، ليه ان لفة. وقال لك إن اللانس بتاع الأسطوانة دي قال عايزك تجيب لي الاندكتنس بتاعت الكويل دي بكام؟ هنمشي على نفس الستبس. رقم واحد انا عاوز اجيب الاتش. طيب مبدئيا بما ان التيار ماشي كده يبقى الفلكس في الفيرتيكال اكسس صح كده؟ قلت لي تمام. بما ان الفلكس اتجاهه كده لازم مسار امبير اللي اخده يكون في نفس اتجاه مين؟ في نفس اتجاه الفلكس. فناخد مسار امبير كده. ده مسار امبير اللي انا هاخده. هسميه لك المسار اللي هنا ده واحد، المسار اللي هنا ده اثنين، لازم يكون مسار مقفول طبعا، وده ثلاثه وده اربعه. حضرتك في الاخر قلت لي امبير كان بيقول اتش دوت دي ال تكامل اتش دوت دي ال على الكروس باث يساوي تيار اللور. قلت لي تمام. بس مسار امبير دلوقتي عباره عن اربع مسارات صح؟ هو مجموع اربع مسارات، فالتكامل ده هيتفك على ايه؟ على اربع ترمات. اللي تمام. هيبقى عندنا فيه تكامل اتش دوت دي ال على المسار الاول زي تكامل اتش دوت دي
على المسار التاني زائد تركان اتش دوت دي ال على المسار التالت وهكذا بالنسبه للمسار الرابع. يساوي التيار اللي صح كده؟ تمام. تعال نشوف مين منهم موجود ومين منهم مش هيبقى موجود. مبدئيا المسار التاني والرابع الفلكس عمودي عليهم صح؟ يبقى زيرو. يبقى التاني والرابع مسطار ليه؟ عشان ال H وال DL متعامدين على بعض فالدوت برودكت هيبقى زيرو. ده رقم واحد. رقم اتنين المسار رقم ثلاثة التكامل عليه صفر برضه ليه؟ لأن كل الفلكس موجود جوه الاسطوانة صح؟ مش حاجة بره على فكرة. يبقى أنت المسار رقم ثلاثة زيرو ليه؟ لأن ال H بزيرو. مفيش فلكس بره على فكرة. الكويل التيار بيلف فيه كده فكل الفلكس ايه؟ كل الفلكس جوه. يبقى انا بس هشتغل على المسار رقم واحد. خلاص اتفقنا ان الاتش بيطلع بره في طول المسار بتاع حضرتك طول المسار بتاع هيبقى هو طول الاسطوانه هيبقى اتش في ال يساوي التيار اللي جوه كام؟ التيار اللي جوه مسار امبير المفروض بكام؟ كل سلكه من دي ماشي فيها اي صح؟ يبقى التوتال كده بكام؟ ان اي. كده حضرتك قدرت تجيب الاتش هيبقى ان اي على ال في اتجاه مين؟ في اتجاه خالص في اتجاه الاسد مش مشكله يعني. صفر الاتجاه اللي انت عاوزه مش هتفرق معايا. تمام ده كده الاتش تقدر تجيب منه البي وتقول لي سهل هضرب في ميو يبقى البي بتاعتي هي ميو في الان في الاي على ال في اتجاه الاسد. وطبعا ميو دي هي ميو نوت في مين؟ ميو ار زي ما قلت لك. فالميو هي حصل ضرب الميو نوت في الميو ار. انا مش هفكها هخليها زي ما هي مش ناقصه على كام. جبت البي نحاول نجيب الفاي. تعالى كده نشوف الفاي هو دبل انتجريشن لما كانت كامله عن مساحه. البي هتنزل ميو في الام في الاي على ال. البي بتاعت ساعتك دي في اتجاه مين؟ اتجاه الازد صح؟ يبقى لازم الدي اس تكون برضه في اتجاه مين؟ في اتجاه الازد اللي هي الاريا بتاعت الدايركت. الاريا بتاعت الدايركت الديفرنشال المنت بتاعها في اتجاه الازد هيبقى عباره عن ايه؟ ار دي ار دي ار دي فاي. دي القبوله بتاعت الدي اس في اتجاه الازد مش هتفصل عادي زي الفل ما تخافش على نفسك كده كده احنا بنقولها مين؟ مش فيها مشكله يعني. ده كده الايكويشن بتاعت الفاي. حط الليمتس بس بتاعت التكامل. الريديوس هتكمل من صفر على كابيتال وبالنسبه للفاي هتكمل على الدايره كلها هيبقى من صفر تو بار. حضرتك هتطلع اي حاجه مالهاش علاقه بالنجاح بره اي ارقام تطلعها بره هيطلع معاك ميو ان اي على ال في دي هتطلع معاك ار سكوير على البي على البي ودي هتطلع معاك تو بار لان طبعا الصفر مش هيدي حاجه. ظبط الدنيا شويه هتطلع معاك باي يو ان اي ار سكوير على ال. ده كده التوتال فلكس اللي هيطلع من الكويل. ده كل الفلكس اللي خارج من الكويل. تمام يبقى في الاخر الاندكتنس بتاعتك كام؟ كل اللي هعمله هاخد الفاي اضربه في ان واسمه على الطيار. لو اسمه على الطيار هيروح ضربت في ان هتبقى ان سكوير. اطلع باي ام سكوير ار سكوير على ال. ده كده الاكسبريشن بتاع الاندكتنس بتاعت الكويل. واضح ان الاندكتنس بتاعت الكويل فانكشن في الدايمنشنز بتاعت الكويل فانكشن في الراديوس فانكشن في اللينس كمان وكمان عدد مين؟ عدد الاكتاف. في الاخر انت لو حابب انك تعمل ديزاين لكويل عايز اعمل كويل مثلا بحيث ان الاندكتنس بتاعت المرات معين فحضرتك بتختار الدايمنشنز اللي تخدمك بقى. تختار الراديوس بتاع السلندر او بتاع الكويل تختار اللبس بتاعه وتختار عدد اللفات وهكذا. ده كده بالنسبه للمساله دي اعتقد الدنيا سهله مفيش فيها مشكله يعني. المساله الثانيه بيديك سولونايد وبيقول لك ان انا برضه لفيت عليه كويل والكويل ده برضه كان ليه احدى لفه ومشيت فيه تيار اي وبرضه عاوزك تجيب لي انت بس الفكره كلها ان الكروس سكشن اريا بتاعت السولونايد مش دايره هو رسمها لك تحتها واضح ان الكروس سكشن اريا عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيل يعني مستطيل مربع مش هتفرق ريكتانجل في الاخر. فانت الكروس سكشن اريا لو جيت طبعا هنا كده هي مش دايره مش كاوتش
التيار بتاعي في الاتجاه ده فالفلكس جوه هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دايره، فلازم مسار امبير يبقى ايه؟ لازم يبقى ده. ده مسار امبير. طبعا دي جنرال ريديوس ايه؟ يبقى اتش طول مسار امبير يساوي التيار اللي جوه. يبقى اتش طول مسار امبير اللي هو مين الدايره؟ يساوي التيار اللي جوه اللي هو برضه هيبقى مين؟ يعني هنا تقدر تجيب الاتش تطلع معاك ان اي على 2 باي ار. طبعا بما ان الفلكس بتاعك بيلف يطلع ان في اتجاه الزاويه اف او مش هتلف هي اتجاه الزاويه اف ار. الموضوع مش فاهم. بعد ما جبت الاتش تقدر تجيب البي، خد الاتش واضربه في ميو. يبقى من هنا اقدر اقول لك ان البي هي عباره عن ميو ان اي على 2 باي ار اتجاه الـ. بعد ما جبت الـ V تقدر انك تجيب الـ فاي، هاخد الـ V واعملها بكام؟ يبقى فلكس فاي دبل انتجريشن ميو في الـ I على 2 باي R. الـ V في اتجاه الـ A فاي صح؟ يبقى الـ DS برضه لازم تكون في اتجاه مين؟ لازم تكون في اتجاه الـ فاي. اللي هي هتبقى DR دي زي. ركز معايا بقى. هي مين الاريا اللي حضرتك بتكمل عليها دلوقتي؟ الاريا دايما اللي انت بتكمل عليها هي الاريا اللي البي عمودي عليها. الاريا اللي البي عمودي عليها. فين الاريا اللي حضرتك بتكمل عليها؟ دي صح؟ مش هي دي الاريا اللي الفلكس بيعدي عليها؟ ابتدي تمام. بالنسبه للار كامل من كام لكام؟ من ايه لبي. طب بالنسبه للزد ده كامل من كام لكام؟ من زيرو لاتش. يبقى بالنسبه للار كامل من ايه لبي؟ وبالنسبه للزد ظبط نيتك شويه، طلع كل الارقام دي بره. الار دي هتديني لن بي على اي، والزد هتديني كام؟ هتديني اتش. ده كده التكامل بعد ما نعوض كمان بالخدمه. اخر حاجه بعد ما جبت الفاي تقدر تقول الاندكتنس بتاعت الرسمه بتاعتي هي ان فاي على اي، هتطلع معانا ميو ان سكوير اتش على 2 باي لن بي على كده. تقدر تجيب الاندكتنس بتاعت السرطان بتاعك بكام؟ مسائل الاندكتنس مش صعبه، مسائل لذيذه وحلوه، مش فيها مشكله خالص، خطواتها معروفه، عامله زي مسائل الاثبات كده بتاعت الالكتريك فيلد او مسائل الاثبات بتاعت الاتش. فهي ستيبس انت عارفها بتطبقها تلاقي الدنيا سهله، مش فيها مشكله خالص. طب كان الكورس سيكشن سيركل هنعمل فيه ايه؟ لو كانت الكورس سيكشن بتاعك سيركل طيب مشكله يعني. مش هنعرف نحط حدود التكامل. مش هتعرف؟ مش هتعرف ايه؟ نحط حدود التكامل فاي. طيب انت لو كانت دايره فبرضه هيبقى في اتجاه الاي فاي هتبقى دي ار دي ار دي زد صح؟ دي ار هتبقى من زيرو من الريديوس سوري بس انت سيبك من الدايركشن، بس انت بتاخد
معقول يعني دي تي اس منها دايره يبقى دي ار دي فاي. طب الحدود التكامل تبقى ار دي ار دي فاي، ار دي ار دي فاي مش هتبقى دي ار دي فاي، لكن مش هينفع ان تطلع عندي ار دي زد منها دايره. الاكسترنال بطل يبني زن، بطل زن، وبعد كده بتكمل على
بس يعني عشان ايه نشوف الدنيا هتمشي فيه ازاي وبعد كده ناخد مسائل الانشاءات. الكلام ده كان نفس الراجل عامه كده قال لك لو انا عندي مثلا تو لاينز بالمنظر ده، واحد ماشي فيه تيار اي واحد والثاني ماشي فيه تيار اي 2، عايزين نعرف الفورس اللي بتاثر على الراجل ده اللي هو اللاين. مبدئيا قبل ما نخش في القانون ونحسب، في عندنا كده قاعده الرايت هاند رول برضه نقدر نحسب منها اتجاه الفورس. ركز معايا، صباعك ده في اتجاه التيار، ثلاثة دول في اتجاه الفلكس، هي دي الفورس. ده اتجاه التيار، دول في اتجاه الفلكس، يبقى ده في اتجاه الفورس. تعال كده نطبقها على الراجل ده، وقت احوال بقى توقف ده الراجل ده عايزين نشوف اتجاه الفورس اللي هتأثر عليه تبقى فين. التيار بتاعه يبقى هو ده، يبقى التيار بتاع سعادتك ده. الراجل ده الفلكس بتاعه اللي بيأثر على ده في اتجاه؟ لجوه صح؟ تمام، يبقى ده كده وده المفروض يبقى لجوه. هو ده كده اهو 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 الطياره اهو، الطياره اهو، الفلكس لجوه ثلاث صوابع، يبقى الفورس لازم هتكون فين؟ الفورس هتكون في الجهه دي جوه. يعني الفورس في الاخر هتبقى عاوزه تعمل في تو لاينز، تبعدهم عن بعض، عايزه تبعدهم عن بعض. ده عكس على فكره، ركز معايا بس، ده عكس الالكتريسيتي. هناك في الالكتريسيتي لو كانت الشمات مختلفة ايه؟ متجازة. هنا الطيارات ايه؟ الطيارات عكس بعض، فتلاقيهم عايزين ايه؟ يبعدوا عن بعض. لو الطيارات في نفس الاتجاه هيحصل ايه؟ هيحصل عكس. تمام كده؟ جت على فكرة الفكرة دي في مسألة فاينل قبل كده، كان مديله لاين واداله لوب. لوب مقفول ولا كده؟ سكوير لوب او انتهي لوب. واداله شكل الطيار في اللوب، ده مش شكل الطيار في اللاين، ما جابش اي ارقام خالص، مش اي ارقام ولا اي حاجه. قال له بس انا عايزك تقول لي اللوب دي هتتحرك فين؟ هتروح للاين ولا تمشي عكسه؟ هنشوفها في مساله كمان شويه، بس هي فكرتها مبنيه على اتجاهات الطيار. طيب ركز معايا، عايزين نجيب الفورس بس بس الفلكس بتاع ده، ده الطيار بتاعه، يبقى الفلكس على ده فوق. تعالى كده نجيب الفورس اللي على اف. ركز معايا، الفورس اللي على اف 2 هناخد ديفرنشال المنت عباره عن اي دي ال. الاي دي ال هتساوي اي 2 دي زد في اتجاه دي زد، وانا خدتها بالسالب لقيت التيار فين؟ التيار اللي تحت. تمام؟ بالنسبه للبي عايزين نجيب اكسبريشن البي، هو مش الراجل ده انفنت لاين، يبقى الاتش بتاعه كام؟ اتش اكسترنال بكام يا جماعه؟ اي 1 على واي في المسافه العمليه اللي هي دي في اتجاه مين؟ في اتجاه سالب اي اكس. يبقى ده كده الاتش اللي جاي من اللاين الثاني او اللاين الاولاني، يبقى البي بتاعته بكام؟ يبقى البي اكسترنال على اعتبار ان احنا شغالين في هواء، يبقى بي من اي 1 على 2 باي دي في اتجاه سالب اي اكس. تمام، كل اللي هنعمله دلوقتي ان انا هاجي واقول ان الفورس اللي على اللاين الثاني هتبقى تكامل، هنزل الاي دي ال وهنزل البي واعمل الكروس برودكت، يبقى نيجاتيف اي 2 دي زد في اتجاه الاز كروس برودكت مع نيو نوت اي 1 على 2 باي دي في سالب اي اكس. هعوض على كل واحد، ما عملتش اكتر من كده. تمام، بالنسبه للتكامل بتاعك الزد هنعتبر ان اللاين دوت ليه لينس ال، هنعتبر ان اللاين ده دي لانس ال، فهيبقى من صفر لحد اذا مع طبعا نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف، خلاص السواليف دي هتروح. اذا مع اكس هيطلع مين؟ اي واي. فعلا الدايركشن بتاع الفورس هيطلع في اتجاه دي واي زي ما طلعناها اي دي، يبقى اف 2 هيساوي طلع اي حاجه مالهاش علاقه بالتكامل بره كده كده التكامل هيطلع ان في الاخر لان مفيش تكامل اصلا، وهيطلع ميو اي 1 اي 2 على 2 باي دي، وهنا هيبقى في ال ممكن نقسم عليها ايه وتبقى دي نيوتن بير متر، عشان اللاين طبعا توتال انفينيتي فاحنا ممكن نجيب الفورس بير ايه؟ بير 1 متر او بير يونت لفل. فالفورس بتاعتك هتبقى عباره عن نيو نود اي 1 اي 2 على 2 باي دي في اتجاه اي 1. الفورس دي ريبالشن لان التيارات ايه؟ التيارات عكس بعض. تعالى ناخد مساله من شيت، مساله حلوه
شوف هنعمل فيها ايه. مهندس مهندس هو لازم اشتغل في الانتجريشن وكده، ما ينفعش اشتغل في الماجنتيود وفي الاخر اجيب الدايركشن. اشتغل في الماجنتيود كده من غير الدايركشن يزد. طب بس عشان هنا سهل، عشان هنا سهل الدايركشن مش عايز تعمل تكامل يعني. لا عادي انا بفهم ضريب في الاخر الدايركشن بدايه ماشي. ما بقول لك هنا عشان اتنين لاينز والدنيا حلوه ممكن تعمل ده، لكن المشكله لما يكون عندك الفلكس على الحاجه اللي انت عاوز تحسب عليها الفلوس مش ثابت، ممكن يبقى دي مش ثابت زي ما هنشوف دلوقتي، فانت غصب عنك لازم هتعمل تكامل. لكن لو في ثابت هنا الفلكس اللي خارج من ده بيأثر على ده ثابت عند كل النقط اللي عندك، فانت ممكن تخرج الدي بره التكامل وتضرب في اللينس بتاع اللاين كله صح هنا بس صح، لكن في شكل تاني هتلاقي ان البي على الحاجه اللي انت عاوز تحسب عليها الفورس مش ثابت، فانت لازم هتعمل التكامل لانه هيبقى فانكشن اصلا في الشكل. هنشوف دلوقتي Thank you.
اللي هي الفيرتيسيز بتاعتنا باك الكوردنتس ديت وقال لك ارسمها. واضح طبعا ان البلو فيه بما ان الغيار بصفر فهي موجوده في الاكس زد بلين موجوده في البلين في اكس زد. وقال لك ان التيار اللي ماشي فيها ده الدايركشن بتاعه 2.6 مللي امبير. وقال لك ان انا في عندي انفينيت لاين موجود على الزد اكسس والانفينيت لاين دوت التيار اللي ماشي فيه 15 امبير. عايز ايه؟ قال لك هات الفورس مره على السايد بي سي وهات الفورس مره على السايد اي بي وبعد كده هات الفورس اللي على كل اللوب دي كام؟ جاب لهم مساله قبل كده زي دي فاينل زمان؟ زمان يعني سنه سنتين فاتوا كده بس ما جابوش ارقام خالص. وقال له اللوب دي قول لي هتتحرك في انهي اتجاه وليه؟ مبدئيا لو جيت احسب يا جماعه الفورس اللي على السايد اي بي لو جيت احسب الفورس اللي على السايد اي بي هتطلع برقم. وجيت احسب الفورس اللي على السايد سي دي هتطلع نفس الرقم ولا لا؟ هما الاثنين سايدز دول مش المسافه ما بينهم وما بين الاي دي واحده؟ واحده صح؟ تمام يبقى ظروفهم واحده والتيار اللي ماشي في كل واحد فيهم ايه؟ واحد برضه. بس التيار الفكره بس ان التيارات ايه؟ عكس بعض، فالفورس اللي هتبقى على السايد ده هتبقى عكس الفورس اللي على السايد ده زيها بالظبط، بس الاشارات مختلفه فهيكنسلوا بعض، ده مبدئيا. طيب، هل السايد ده نفس ظروف السايد ده؟ لا طبعا، ده البعد ايه؟ البعد مختلف، يبقى ده هتتولد عليه فورس، ده هتتولد عليه فورس برضه. اللي تمام، بس ركز واحده واحده. مبدئيا، الفورس اللي على ده وده قيمته مش واحده كمغنيتيو صح؟ مين اقوى؟ اقوى اكيد دي حاجه. الحاجه الثانيه الفورس اللي على ده اللي هو السايد اللي هنا ده هتبقى عاوزه تقرب ولا تبعد؟ تبعد تبعد التيارات ايه؟ مختلفه. طب السايد ده عاوزه تقرب بس مين اكبر؟ السايد ده. يبقى في الاخر الريزلت الفورس هتبقى عايزه انها تزوق اللوب ده. هي دي فكرتها. ده مبدئيا من غير ما نعمل اي حاجه. يبقى مبدئيا كده انا في الاخر خالص لما اجي احسب الفورس اللي على اللوب لازم ابقى متاكد لو انا حل صح لو انا حل صح لازم ابقى متاكد ان لازم الفورس تطلع في اتجاه مين؟ نيجاتيف دي واي. ده اللي لازم يحصل. خلاص كده ده تفسيرها زي الفل 100%. تعالى بقى نحسب واحد واحد. تعالى نحسب الفورس اللي على سايد سايد. مبدئيا الفورس اللي على سايد بي سي مبدئيا عشان اجيب اصلا الفورس لازم اجيب الاتش ومنه اجيب مين؟ اجيب البي. قلت لي الاتش بتاع مين؟ بتاع الانفنت لاين سهله اي على طول باي ار. يبقى الاتش بتاعتي هي عباره عن اي على 2 باي ار. اي اللي هو 15 على 2 باي. ركز معايا السايد بي سي المسافه ما بينه وما بين اللاين بتاع سعادتك ثابته ولا مش ثابته؟ كل النقط اللي على اللاين ده ليها نفس البعد من الانفينيت لاين ولا لا؟ اللي هي كام في الاخر؟ 3 صح؟ لان كده في اتجاه اكس اكس يبقى الار بي 3. طيب الاتش ده في انهي اتجاه؟ الراجل ده لما الدايره بتاعته تلف كده في نفس اللف ويجي عند السايد ده يبقى في انهي اتجاه؟ اتجاه الواي. واي يبقى في اتجاه الواي لان اللود دي موجوده في الاكس زد بلين. اللود موجوده في الاكس زد بلين. فالراجل ده لما الفلكس بتاعه يلف ويطلع الاكس زد بلين هيبقى بالنسبه للود في اتجاه الواي. ده كده بالنسبه للاتش. هات البي. يبقى البي هتساوي يو نود 15 على 6 باي في اتجاه الواي. تمام زي الفل. حضرتك هتاخد ديفرنشال المنت على سايد بي سي اي دي ال. اي دي ال هي عباره عن كام؟ التيار بتاع اللوب ب 6 مللي امبير صح؟ يبقى 6 من 100 يبقى 6 من 1000 اسف. الدي ال بتاعه السايد ده الدي ال في انهي اتجاه؟ دي زد. دي زد ايه؟ دي زد ايه زد صح؟ تمام. خد الاثنين دول مع بعض كروس برودكت وكامل. يبقى الفورس اللي على السايد بي سي هيبقى تكامل اي دي ال اللي هو 6 من 1000 دي زد في اتجاه زد كروس برودكت مع البي. خد الاكسبريشن بتاعها 15 ميو نوت على 6 باي في اتجاه الدي واي. ده كده بالنسبه لي الفورس. كل اللي هنعمله هتحط حدود التكامل.
ثابت على اللاين بتاعي، الزد بتاعته الصغيره كام؟ واحد، يبقى انت هتكمل من واحد لحد اربعه، كمان على اللاين بتاعي يبقى من واحد لاربعه. فهتساوي 6 من 1000 في 15 دي نوت على 6 باي، وطبعا دي زد هتطلع في الاخر 4 ناقص 1 هتبقى نيوتن. كده برضو الدايركشن طبعا بتفضل، ايه زد مع ايه وهي طالع مين؟ ناقص ايه؟ سالب ايه؟ فكده الفورس اللي على ساين بي سي. قول سؤال. والله ليه معلش الدور وحش؟ مين؟ ليه الدايركشن وحش؟ يا اما تجيبها برايت هاند رول او تجيبها من الدايركشن اي اي كروس برودكت مع اي ار. كده؟ كان الدايركشن او الاتش بتاع انفينيت لاين اي على 2 باي ار، اي اي كروس برودكت مع اي ار. ايه اي زي؟ رجعت الاي ار اللي هيخرج من ده ويروح للسايد في اتجاه مين؟ نيجاتيف اي واي، صح؟ ايه زد مع اي واي هيطلع ايه؟ نيجاتيف اكس مع نيجاتيف؟ الاي اي هو اذا الاي ار اللي خارج من اللاين ورايح لديت في اتجاه الاي اكس، يبقى اي زد مع اي اكس بيطلع فعلا اي واي. اللوب دي موجوده في الاكس زد بلين، فلما اخرج هنا الاي ار واروح للسايد يبقى انا كده ماشي في اتجاه مين؟ ماشي في اتجاه الاي اكس. فاي زد بلس برودكت مع اكس هيطلع فعلا اي واي. وانا ليه وانا بكتب الاتش اتجاهات التيار اللي ماشي في اللوب ده؟ ماليش دعوه بيه، ليه دعوه بالسايد انا على نفسي؟ السايد الناحيه الثانيه لو صوبه هيطلع عيش هتاثر عليه. لا ماليش دعوه بكل ده. اعرف اسمي بقى ده من الشكل بتاع اللي ماشي فيه نفس التيار انا ماليش دعوه بالاتش بتاعته ولا البي بتاعته. ماليش دعوه بالاتش بتاعته ولا البي بتاعته. بتعامل مع الاكسترنال بس. لان في الاخر في الاخر انت ده هيطلع عيش وده هيطلع عيش على فكره، الاثنين هيبقوا بعض. ده هيطلع اتش وده هيطلع اتش، الاثنين مع بعض هيكنسلوا بعض. او بالنسبه لي يعني تفسير تاني، الاتش بتاعت اللاين هتبقى اكبر بكتير من الاتش بتاعت اللوب او من الاتش بتاعت ده على ده. ده 15 امبير بيتكلم في 6 من 1000 امبير، لا مفيش. وده قد ايه في الاخر؟ ده 3 لكن ده انف، فلا ده تقارن تماما. دي كده الفورس اللي على سايد بي سي. بعد كده كان عاوز الفورس اللي على سايد اي بي. ركز معايا. سايد اي بي اللي هو ده، بالراحه بقى. سايد اي بي اللي هو ده. الاتش بتاعتك هي نفس الاكسبريشن، بس هل ينفع اعوض عن الار ب 3؟ ولا هسيبها زي ما هي؟ لازم تتساب الار زي ما هي، ليه؟ لان النقط اللي على اللاين اي بي ملهاش نفس البعد من الانفينيت لاين، فتتساب الديستنس ار، في الاخر هكمل عليه. الاتش هجيب البي، البي هتبقى 15 نيو نود على 2 باي ار في اتجاه الاي واي. برضه تمام، جبت البي خد الديفرنشال المنت الاي دي ال، الاي دي اللي هيساوي حضرتك هتاخد حته المنت صغير من الراجل ده، التيار اللي هو 6 من 1000 الدي ال بتاعته هتبقى عباره عن دي اكس، صح؟ اتجاه اتجاه الاي اكس، البوزيتيف اي اكس، لان التيار ماشي مع البوزيتيف اي اكس. جبت الاي دي ال وجبت البي، الاثنين عملوا لهم كروس برودكت، يبقى الفورس اللي على السايد اي بي هتساوي تكامل 6 من 1000 دي اكس اي اكس كروس برودكت مع 15 نيو نود على 2 باي ار في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي واي. فكده بالنسبه لي ال التكامل طبعا برضه الدي اكس هنكملها بقى من الاول للاخر، يعني واحد لحد واحد لحد ثلاثه. لو ظبطت دنيتك شويه هيطلع 6 من 1000 15 نيوتن على طبعا الدي ار دي يا جماعه او الار دي اللي هي اكس، لان البعد ما بين الانفينيت لاين ما بين اللاين اللي انت عاوز تحسب عنده او تحسب عنده الكورس يعني المسافه دي في الاخر هي اكس على 2 باي. طبعا واحد على x
الفورس اللي على السايد اي بي. لو حضرتك حبيت تحسب الفورس اللي على السايد سي دي هتطلع نيجاتيف ده. لازم هتطلع نيجاتيف الرقم ده، هتطلع نفس الرقم بس بالسالب. على فكره احنا لما جينا في الاول كل ده طبعا سليم زي الفل، لما جينا في الاول بس نشوف اللوب دي هتتحرك فين خدناها غلط. احنا اتفقنا في الاخر ان دول مختلفين فهيحصل ايه؟ اللوب تبعد، هتبعد طبعا في اتجاه الاكس، اتجاه الاكس بس ما خدتش بالي لو بتبقى في اتجاه سالب ولا لا، هتبعد في اتجاه الايه؟ طبعا انت التو فورسز دول ايه؟ بيكنسلوا بعض، الاي بي مع السي دي، دول زي ما اتفقنا ليهم نفس الظروف بنفس التيارات بس التيارات عكس بعض فالتو فورسز هيكنسلوا بعض. احنا حسبنا الفورس اللي على اللاين بي سي صح؟ ده كان اللاين مين؟ اللاين البعيد، طلعت في اتجاه مين؟ سالب اي اكس. تعالى بقى نحسب الفورس اللي على اللاين اي دي، لازم يبقى رقم اكبر منه وفي اتجاه مين بقى؟ في اتجاه اي اكس عشان يبقى هو ريزلت، هو اللي هيخلي له ايه؟ يخلي له تمام. فلو جينا نحسب الفورس اللي على اللاين دي اي انا اشوف يطلع معايا عامل ازاي. لا كان اصلا دي ما كانش ثابت، لا دي لو دي ثابت دي مش ثابت مش هيبقى. لو شغالين على سايد دي اي بالنسبه للسايد دي اي نفس الفكره هتيجي الاتش اللي هي هتبقى 15 على 2 باي، المسافه هنا بقى هتبقى 1 وبرده في اتجاه دي واي لان المسافه ما بين اللاين والسايد كله اكس اللي هي 1. هتجيب البي هتبقى 15 نيو نود على 2 باي في اتجاه دي واي. جبت البي الديفرنشال اليمنت اللي انت هتاخده اللي هو هيبقى 6 من 1000 في دي زد بس هيبقى في النيجاتيف لان التيار في النيجاتيف. الاثنين مع بعض يبقى الفورس اللي على السايد دي اي تساوي مكانه سالب 6 من 1000 كروس برودكت مع 15 نيو نود على 2 باي في اتجاه دي واي. فدول التكامل حضرتك هتكمل الزد من 1 ل 4. تقول لي هو انا مش المفروض اكمل من 4 لغايه من البدايه للنهايه؟ اقول لك لا، لان حضرتك اصلا خدت الاشاره مع اتجاه التيار. خدت الاشاره هنا اهو سالب مع اتجاه التيار، فانت ما ترجعش تعمل من البدايه للنهايه تاني مع اتجاه التيار، لا خد من الصغير للكبير عادي جدا، طلع الدنيا من جوه يعني. لو جيت تظبط الدنيا هنا هتطلع معايا 6 من 1000 في 15 ميو نود على 2 باي ايه زد مع ايه واي هيطلع كده؟ ايه زد مع ايه واي؟ ايه زد مع ايه واي هيطلع نيجاتيف اكس مع نيجاتيف هيطلع ايه؟ فاصل. وهنا 4 ناقص 1 هتطلع 3. الرقم ده اكبر من الرقم اللي هناك ولا ايه؟ اه اكبر لان هناك مقسوم على كام؟ على 6 لان هنا مقسوم لكن هنا مقسوم على 2 وهناك كان في سالب اكس لكن هنا في بوزيتيف اكس. يبقى انت في الاخر لما تيجي تقول الفورس التوتال اللي على اللوب هتبقى عبارة عن الفورس اللي على السايد دي اي زائد الفورس اللي على السايد اي بي. او خدهم بالترتيب كلهم يعني مش هتفرق في الاخر مين هيكسب. فهتبقى الفورس على اي بي زائد الفورس على بي سي زائد الفورس على سي دي زائد الفورس على دي اي. زي ما اتفقنا التو لاينز دول ودول اي بي سي دي دول هيكنسلوا بعض. دول مع بعض هيكنسلوا بعض. الاثنين اللي فاضلين بي سي ودي اي، بي سي اللي هناك كان في نيجاتيف اي اكس بس رقم اصغر من الرقم اللي هنا فانت هتلاقي في الاخر هتطلع في اتجاه لازم اي اكس زي ما طلعناها في الاخر. لان اللوب لازم تبعد لان اللاين ده تاثيره هيبقى اكبر من تاثير اللاين ده والاثنين دول بيحصل ما بينهم بيبقى لان التيارات